خالد للقريب وللبعيد عد الثعول اللي يلوح البرق وسط خيالها يا مرحبا باسم ام خالد للقريب وللبعيد عد الثعول اللي يلوح البرق وسط خيالها مع دلة والعود يبرها بذل السعيد لهل الوفا شكرا يفوح الهيل من فنجالها بحضوركم تم الفرح واليوم كنه يوم عيد ربع متلبي دعوة الداعي لمن نهجالها يا مرحبا باسم ام خالد للقريب وللبعيد عد الثعول اللي يلوح البرق وسط خيالها مع دلتين والعود يبرها بدلل السعيد لهل الوفا شكرا يفوح الهيل من فنجالها بحضوركم تم الفرح واليوم كنه يوم عيد ربع تلبي دعوة الدعيلة من نهجالها رنت مياه يا عسى عمرها بهالدنيا مديد راعي العلوم الغانمة والطيبة يسعى لها انتم هل الطيب وحنا دوم للطيب نزيد العبادة للابت بالنايفة من زاله يا مرحبا باسم ام خالد للقريب وللبعيد عد الفعول اللي يلوح البرق وسط خيالها مع دلة والعود يبرها بدلل السعيد لهل الوفا شكرا يفوح الهيل من فنجالها يوم المعارك حامية والكرب باليوم الشديد تعطى الخطر على المشيب ما نهزم خياله مبروك يا عيالي عدد نظم القوافي والقصيد مبروك عسى الله يحقق لكم جميع امالكم وختامه الله يوفقكم ويسعدكم جميع جعل السعادة والفرح في دنياكم عامرة يا مرحبا باسم ام خالد للقريب وللبعيد عد الثعول اللي يلوح البرق وسط خيالها مع دلة والعود يبرها بدلل السعيد لهل الوفا شكرا يفوح الهيل من فنجالها 00966 533 4 8 0 2 1